نشوف هالمره بشو بده يتحجج، شو هالكذب العظيم اللي بده يخترعه لما امسكه بالجرم المشهود. حنين فينا نروق شوي؟ بالقليله خلينا نتاكد بالاول. لا انا حياتي انا اوريدي مأكده. اصلا انا ما بعرف ليه بدي اثبت شيء اساسا واضح ما بده اثبات. بعدك بتحبيه؟ شو؟ القصة ما بدها اثبات. العمى شو وقح؟ قاعد عم بخزلها كمان. مرسي وسام. مرسي كثير اللي عم تعمله. كنت بتمنى انه هالمرة يخزلني الي ويطلع وفي. تينا رح بهدله. لا 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 سارة اتركي اتركي، بعد بكير كثير على البهدلة. شو بدك اعمل يعني؟ بدي اياكي تورطي ورطي اكثر، اتركي الباقي علي. طب وبعدين؟ لأيمتى بدك تضلك بهاللعبة يلي عم توجعك انت بس؟ شو قولي جمال شو هيدا كتير حلوة. حدا قبلي قالك انك كتير حلوة وانه عندك احلى عيون بالكون كله؟ ما بعرف ليش كل ما اطلع بصورتك بحس اني بعرفك من زمان كتير. لك جمالك خربطني يا بنت، قلبي عم يدق بطريقة غريبة كتير، عم بحس وعم يعزف لحن كارمينا بورانا. برد جمالك. لك شو محتال؟ الكل ما عم بيشوف صوري قلبه عم بيعزف لحن كارمينا بورانا. ايه لسه لخليه يعزف لحن الوداع، بس خليه يروق علي شوي. ما عم صدق، نفس الاسلوب نفس الطريقه نفس الحكي. هيدا البني ادم ما رح يتغير، مستحيل يتغير. شو رح تعملي حنين؟ لا انا صدقيني انا مني بنت سخيفه، وما عم ببعد ساره لعنده لحتى ورطه. أنا بس بدي أكشف قدام العالم والناس، بدي أثبت لكل اللي حوالي لأمي ولأمه إنه هيدا واحد كذاب. سارة أنا يأست صدقيني، وما عاد قدامي غير طريقة المراهقين هاي لحتى أكشف على حقيقته. عم يطلب رقمي، قال بده يشوفنا. أكيد بده يطلب رقمك، مستعجل كتير. شو رح تعملي؟ يبدو أنه صار الوقت المناسب اللي لازم نعطي فيه لسيد وسام الدرس الأخير. قولي له بدي شوفك. أنت هيك بدك؟ إيه قولي له بدي شوفك. بكرة عتمانة. يا حبيبي
هاي حبيبي، كيفك؟ ايه الحمد لله حبيبتي، انا كثير مشتاق لك موت والله. انا كثير مشتاقت لك، كثير. وبما انه انا اشتقت لك كثير وانت اشتقت لي كثير، شو رايك بكره نتعشى سوا؟ بكره؟ اي متى يعني؟ انه اذا بدك بكره، يعني انه ايش مش منيح على العشاء؟ ايه بس ايش معنى هذا الوقت تحديدا؟ وسام حياتي، لكن خلصت الشغل. بعدين امكن بيتعشوا العالم بالعاده. سوري حبيبتي، انا بكره ماني قادر. ما بتقدر بكره؟ ليش؟ اليوم توفى بي ولرفيقي ولازم اكون معه بالدفن ومن بعد على العزاء. اي رفيق منهم؟ ساري رفيقي، ما انت ما بتعرفي. رفيقك يعني ما بيقدر يدفن ابوه الا بالليل؟ حبيبتي شو هالاسئله؟ طيب معقوله؟ انه لا، بده يدفنه ومن بعدها بده يروح معه على البيت على العزاء، وبدنا نبقى لاخر الليل، وبتعرفي بيته كثير بعيد يعني. طيب اوكي ماشي، اوكي يلا ما في مشكله، اوكي حياتي. بس ما تزعل مني. شو رايك شوفك بعد بكره؟ لا بني زعلانه. لكن سامعيني يا حنين، تحبيني فوق ما بتتخيل، وانا كمان بحبك، بحبك كثير. حياتي انا بضطر اسكر لانه عم سوق في بوليس. اوكي يلا باي. اوكي باي. حيوان. اوكي هلا فرشيك وسام، هلا فرجيك يا وسام الزفت. سارة، بتعرفي انه صور ظلمتك كثير؟ ليه؟ لانه يعني انت هون احلى من الفيسبوك. وسام انا بتعرفي اول ما قلتي لي انك رح تقابليني خربطتيني كله، يعني صار قلبي يدق ويعزف معزوفة بحيرة البجعة لتشايكوفسكي، اكيد بتعرفيها ما هيك؟ اكيد بعرفها. اجمل ما في الانثى جرأتها. القصة مش جرأة، بس صراحة أنا كنت حابة أشوفك شخصي، يعني فيس تو فيس. منيح. طيب وبعد ما شفتيني شو اكتشفتي؟ بعدين لأي متى رح نضل قاعدين وناطرين هيك؟ بيكون عم يتغزل فيها هلا. أنا بعرفه كثير منيح. وعم يحكي لها عن الألحان العظيمة اللي عم بيألفها قلبه. صرت دقت له مرتين ما رد علي. حنين، لما ما بيرد على تليفوناتك فصدقيني هو بالحقيقة ما عنده صوت يواجهك فيه، لك حتى صوته بيكون خانك. رح تعملي اللي قلت لك عليه ما هيك؟ حنين بشرفك خلينا نفل، خلص مشي واتركيه. لا أنا بليز ما تتركيني لحالي. عمي والله ما رح اتركك لحالك، بس انا بحبك كثير وخايف عليك، ما بدي هي اذيك. اذا بتحبيني وخايف علي اعملي اللي قلت لك اياه وانزلي. كرمالك بس. ساعة مفروض نطلع على الهواء، شو مفروض نعمل؟ حطي كم غنية ما بقى ليوصل. اوكي. الو؟ ما بعرف، عيونك فيهم لغز غريب. شو هو؟ بس اطلع فيهم بحس حالي عم اسمع موسيقى بحيرة البجع. لانا؟ شو هالصدفة الحلوة؟ ايه عن جد صدفة كثير حلوة. مع
عرفنا على الصبية الحلوة. بعرفك على دوموزيل سارة، ماي بس فريند على فيسبوك. تشرفنا دوموزيل سارة. ما عرفتي. ودوموزيل لانا ماي بس فولور على تويتر، ومنغرد مع بعض من وقت للتاني. تفضل تفضل. لا غير مرة، ما بدي أشكر. لا لا شو تقطشين عادي عادي يا عمي، بدنا لعب رابع ونلعب ليخة مع بعض. عادي عادي وصل اللعب الرابع. وهلأ ما فينا نبلش لعب. حنين؟ ايه حنين. شو وسام نقلوا العزا لهون؟ لا حبيبتي، انا ويوم كنا بالعزا فقلنا نجي نشرب فنجان قهوه. بعرفك على رفقاتي بالعزا بالفيسبوك وال... وسام لانا وساره بعرفهم اكثر منك. حنين 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 اسمعيني شوي، اسمعيني. شو انت فكرك اني انا مش عارف من الاول انه ساره ولانا بكونوا رفقاتك وانه انت بدك هيك؟ لك حاجتك كذب بقى خلاص. طلع بعيوني. لك مبين من عيونك انك عم بتكذب. حنين روقي شوي روقي شوي. نعم يا أنا... شو ما عليك. ولك ولك حتى خاتم الخطوبة وشلته من إيدك. أنا أخذته عند جوارجي حتى نطفه. وسام بكفي بكفي خلاص. ولك على القليل يكون مرة واحدة بحياتك صادق. من بيروت مدينة السحر والأسرار، المدينة يلي الحياة فيها ما بتتوقف ولا لحظة عن إدهاشك. ولأنه نحن بموسم الأعياد طبيعي أنه نتأخر من مدينة الزحمة. مساكن حب، مساكن سحر، مساكن حنين. بيقولوا كل الأشياء من طرف واحد متعبة، حتى الحب، حتى الفرح، وحتى الحزن. لهيك نحن معكن، معكن لنشارككن الضحكة والدمعة، لنشارككم لحظة وجع ولحظة فرح. تيم معكم على السمع. ومناخد أول اتصال. مساء الحنين، مين معي؟ ألو، معك أمل. أهلا، تفضلي، أنت على هوا معنا. أنا كنت عايشة أجمل قصة حب العالم. كنتي؟ إيه صح، كنت. بفهم الكلامك أنه تركته؟ تركنا من حوالي الشهر، بس أنا لهلأ ما بعرف مين يلي ترك التاني. أنا اللي تركته أو هو اللي تركني. بعدك بتحبيه؟ بحبه أكتر من حالي. ما جربتي تحكي أو ترجعي له؟ سكر كل الباب بوجهي. ما بعرف مين يلي وقع بيناتنا وحكي له حكي عني كله كذب بكذب. أشياء مثل شو يعني؟ أشياء مثل أني بعرف خمسة قبله. خمسة بس؟ لا أكيد ما له حق، ما قالوا حق مشان هالسبب. قصدي انه مفروض كان يتأكد بالأول، ما هيك؟ هو حتى ما عطاني فرصة اني دافع عن حالي فسكتت. صدقيني الصمت لا يعني القبول دايما. الصمت احيانا بيعني انه نحن تعبنا من التفسير لناس ما عم تفهمنا. بس انا هلأ ما بدي غير شي واحد بس، بدي انسي. عزيزتي أمل، الاعتراف انه اخطأنا نص الحل. يلي بدي اقول لك اياه إنه الحياة بعد قدامك. جربي طلعي هالرجال من وجهك أول شيء، يعني حاولي ما تشوفي بوجهك كل ما طلعتي بالمرايه. بهالحياة في أشخاص بيستحقوا إنه نعيش كرمالهم. مني ومن أسرة برنامج حنين بتمنى لكم السعادة وراحة البال، وخلونا ناخد اتصال تاني بعد هالبريك. Thank you.
هو حالة بوح مستمر، هو تورط دائم بتفاصيل الآخر الصغيرة منها والكبيرة. الحب هو لحظة دفى بليلة طويلة معتمة وباردة، هو لحظة وفا، هو لحظة حنين. وبكل حنين رح نقول ألو. مين معنا؟ ألو. ألو، مين معي؟ خلينا نعتمد على اسم القلب المعذب. معذب؟ فيه يحكي قصتي؟ أكيد نحن على السمع. أنا عشت قصة حب ملحمية لمدة 5 سنين. فيك تقول إنه قصة حب بتشبه قصة جاك وروز تبع التايتانيك، قيس وليلى، إذا بدك يحيى ولميس تبع سنوات الضياع. ألو. ألو. يبدو أنه انقطع الاتصال قبل ما نسمع القصة الملحمية. خلونا نروح لفاصل غنائي على أمل أنه القلب المعذب يقدر يرجع يتصل فينا. ليش قطعت الاتصال؟ يا زلمة ضرب لي على أعصابي. يبسرش يعذبه هيدا بيعذب مية. القلب المعذب، الديناصور المعذب. مع إنه ابن أختي وربيته كأنه ابني، بس هيدا ما بيعني إنه رح أسكت له إذا زعلك. ماما وسام ما زعلني، وسام جرحني، كسرلي ثقتي بحالي، خانني يا ماما. تعرفي شو يعني خانني؟ كذب علي، وهيدا مش أول مرة. بس يا ماما وسام بحبك. اللي بحب ما بيخون، ما بيكذب، ما بيجرح. لحتى أثبت لك أنت وخالتي أنه واحد كذاب لجأت لأساليب المراهقين. ماما أنا بهدلت حالي بالكافيهات وبالشوارع. حنين، بإيدك فيك تغيري ماما. القصة بدها شوية صبر. بحياتك ما جربت تغيري حدا، هيدا أغبى شي ممكن تعمليه بالحياة. يعني شو؟ يعني خلص قصتنا خلصت. يعني انت بدك تضرب العادة كل ما حدا ما عجبك صوته بدك تقطع له اتصاله؟ هذا الرجل يمكن يكون عنده مشكلة، حل له اياها. هذا ما عليك عم تحكي انت. يلي عنده مشكلة ما بيتصل على الإذاعة يحكيها، يلي عنده مشكلة بيواجهها، ما بيخاف منها. بيكون بعلمك كل هول بيتصلوا ما عندهم الجرأة يواجهوا، ولهيك بيتصلوا بأسماء مستعارة. يعني بيتصلوا هيك هروب بس؟ هني بحاجة لمخدر، وأنا بخدر لهم مشاعرهم، لهيك بيسكروا هني ومرتاحين، بس بعمرها مشاكلهم ما رح تنحل. طيب، شو المعيار عندك تتكفي ما متصل أو تقطع له اتصال؟ صوت. كيف يعني؟ يعني أنا قلي 8 سنين بالإذاعة، كل شي بعمله أنا اسمع أصوات ناس ما بشوفهم. فيك تقول إنه صار عندي نوع من الحساسات بتتعلق بالصوت. حلو. صحيح مثل ما بسموك ساحر الكلمة. تعظيم أنت. تعرف شو؟ بلشت تقنعني بوجهات نظرك جهنمية. قول. ممكن تعطيني طوقاية من عندك هون؟ كرم عينك، طوقاية. شكرا. أنا بس لخدمتك هون. صباح يوم جديد حامل دفى،
حامل لحظة فرح كله وفاء. صباحكن حنين. استوقفتني رسالة وصلتني اليوم الصبح من صديقة للبرنامج بتقلي فيها أنا الحب بطل يوجعني من زمان. الحب منه بطل حكاياتي ولا هو المسؤول عن سعادتي. بيكفي إنه أرقص وأعمل شوبينج لكون قمة سعادتي. تفضلي انت وسعادتك. وليك يا ماما ليه اتصلتي؟ لانه مش معقول نبلش نهارنا كل يوم بهالسخافات. وليك يا ماما ما كل عمرنا بنسمعه لهالبرنامج، مش شي جديد علينا. بعدين بتعرفي انت ليه انا بسمعه كل يوم؟ طيب مازال هيك اسمعي لحالك. لوين؟ رح اعمل شوبينج يمكن يمكن احس بالسعاده. لحظة اسمعيني اسمعيني وسام، خلص ما عاد في حكي بيناتنا. حنين انا من اول كنت بعرف انه ساره بكون رفيقتك، وبعرف كمان انه لانا انت اللي كنتي وراها، بس انا كملت باللعبه للاخر حتى اعرف لوين بدك توصلي. في اسالك سؤال ووعد اذا جاوبتني عليه بصراحه اني رح اعطيك فرصه تانية. ايه اسالي. انت ما بتمل من الكذب حنين صدقيني. انا لما بتبلش جملتك بحنين صدقيني بعرف انك عم بتكذب، لانه بكفيني اطلع بعيونك وبعرف اذا كنت صادق ولا لا. ايه وشو يعني؟ يعني خلص كل شيء كان بيناتنا خلص. خاتم الخطبه وصار عند امك بالبيت. حنين انا بحبك صدقيني. وسام انت ما بتحبني، انت بتحب حالك وبس. بتعرف شو اصعب شيء بالحياه؟ انك تكتشف باخر المشوار انك كنت ماشي مع الشخص الغلط. انا من كل قلبي بتمنى لك السعاده. الأحلام يلي بتبقى أحلام لا يمكن أن توجعنا. يلي بوجعنا هو الشيء يلي امتلكناه للحظة، يلي لمسناه بإيدينا، يلي شفناه حقيقة قدامنا وبعدين راح راح ورح يبقى ينقصنا كل العمر. الوجع هو الحنين للأشياء يلي تركناها تفل. نحن بنعرف إنها ما رح ترجع مرة تانية. ومعنا اتصال جديد وبلحظة حنين منقول ألو. ألو تفضلي، ممكن نتعرف على حضرتك؟ أنا ما عم بتصل لحتى أعرفك على حالي، أنا عم بتصل لحتى أقول لك وقف كذب وحاجة تبيع العالم أوهام. أنت شو بتعرف عن الحب اللي عم تحكي عنه؟ بتعرف شو هو الحب؟ الحب هو الوجع، هو الشيء الوحيد اللي بيتركنا كتير صغار لما بيروح. إذا بدك تحكي عن الحب على القليل احكي عنه بصدق، بصدق اللحظة، بصدق الكلمة. احكي عن وشو الحقيقة، عن قلوب الناس اللي صارت كتير ضعيفة وما عاد إلنا مكان فيها. ممكن تهدي شوي؟ عارفين عن حالك، يمكن نقدر نساعدك. أنا ما بدي منك تساعدني، ومش مهم تعرف أنا مين. أنا اللي بدي منك إنك ما تخدر العالم بالكلام اللي عم يسمعوه. احكي عن الغدر، عن الخيانة، عن قصص الحب الفاشلة، وما تستشهد بالناجحة منا. هيدا إذا وجدت. ألو ألو أبعرف شو بدي ناديكي لأنه ما تركتي لي اسمك. كنت بتمنى سميكي صوت الحنين، بس لأنه في وجع بصوتك رح سميكي الفتاة اليائسة. إذا بعدك عم تسمعيني بتمنى إنك ترجعي تتصلي فيي،
أنا أعطيتك فرصة تحكي بس أنت ما أعطيتيني فرصة أبدا. صدقيني الحب نحن اللي بنصنعه بإيدينا. وجع ماله قدر، وجع اختيار. الحب حالي من الصدق والإحساس، هو أكبر من أنه يتحكم بمحاكم الإرهاب. إذا كان في حدا بيستحق أنه نحاكمه فهو نحن أكيد، عن كل الجرائم اللي ارتكبناها باسم الحب. ليه ما خليتني أقطع الاتصال؟ عجبتك البهدلة اللي على الهواء؟ ما بعرف، في شي خليني ما أقطع الاتصال، يمكن فضول. فضول شو يا زلمة؟ تبهدلنا. روق شوي، روق، رح ترجع تتصل. حتى انت ما بدك تسمعيني يا خالتي؟ اخ منك اخ. للاسف خلصت حلقتنا اليوم، خلص الوقت وانا رح ابقى ناطر وعم كرر النداء للفتاة اليأسة انها ترجع تحكينا، وبقول لها اني ناطرك بكره على امل انك ترجعي تحكينا. مني ومن اسره البرنامج بتمنى لكم ويك اند لطيف ودايما بحنين. صدقيني يا خالتي انا ما لي ذنب، حنين مصره تحول علاقتنا لامتحان كتير صعب وماشي فيه اختبارات. ساعة بتبعت لي رفقاتها وساعة بتحكينا على الفيسبوك من حساب وهمي حتى تستدرجني، وهذا ما بعرف ليشو. خالتي أنا بحبها لحنين ومستحيل إني خونها. أنا من الأساس كنت بعرف إنه سارة بتكون رفيقتها لحنين، كرمال هيك قررت إنه تابع باللعبة للآخر وقالوا بالسحر على الساحر. أنا تربيتي خالتي. إيه ما لأنك تربيتي بعرف إنك مش مظلوم. هيدا اللي طلع معك؟ بدل ما توقفي حدي وتساعديني وتروحي تحكيها وتعقليها. وليك يا خالتي انت اللي لازم تعقل وتبطل هالحركات تبعك بقى. انا بحبها كتير لحنين صدقيني، بدي اكون معها. في ناس ما بيحبوا يشوفوا اتنين بيحبوا بعض، وناس كتار حاولوا يفرقوا بيناتنا. نحن عم نتعرض لمؤامرة كتير كبيرة يا خالتي. أنا جربت إنه كذا مرة أشوفها وأحكيها بس هي ما وافقت. كرمال هيك جيت لعندك حتى تحكيها وتشرحي لها أبعاد هالمؤامرة. طيب يا تقبرني أعطيها فرصة تانية، خليها تروق وتفكر منيح، يعني الوقت كفيل تيحل المشاكل. وقت شو؟ أنا دقيقة من دون عم تمر علي سنة. أنا صار لي يومين من دون أكل وشرب. بتعرف شو يعني؟ أنا ما في أكل ولا لقمة إذا هي بعيدة عني. بدك أعطيها وقت موت أنا من الجوع؟ لا بعيد الشر عنك يا تقبرني. طب أنت ليه عم تعمل بحالك هيك؟ طيب رح أقوم حضر لك لقمة تاكلها خيلتي. لا ما تعزبي حالك، عادي. شو طبخة اليوم؟ لا رح أقوم. إذا في نفس أرجيلي خالتي كمان في المرة. سامر بدي تسجيل حلقة. شو المناسبة؟ معقولي أنت بدي تسجيل؟ في يفهم شو سر هالتعلق الغريب فيها؟ ما بعرف. تصدق صار عندي حشرية أعرف قصتها؟ في شي بصوتها ما عم بقدر أفسره. شو بدها تكون يعني؟ قصة حب فاشلة. بدها تكون كانت ضحية شاب خانة وكان قناعها إنه هي البنت الوحيدة بس بحياته، طلع في غيرها كتير. حتى ولو أنا رح ضل نديلة وما رح مل، وأنا أكيد رح ترجع تتصل. أوكي. رح سجل لك الحلقة. وليك يا وسام قديه لك مشاكل؟ صار لي يومين عم يو السكر، ما تشوفي معاناتي قديه حتى تخبري حنين. يا تقبرني ان شاء الله، يا تقبرني. بزيد لك شوي؟ لا ابدا، على فكرة بتهمين كثير زيتك. صحتين. انت عادة
شو السمنة اللي بتستعمليها؟ لا لا لا، ما بفوت السمنة على البيت، دايما بطبخ بزيت الذرة حبيبي. يا سلام، طبخك شو طيب. صحة وهنا. عبين ما تتعلم بنتك. ايه، ادعي لربك ترجع المياه لمجاريها، لكل يوم اعمل لك اطيب طبخة. ترجع بترجع، بس انت اشرحي لها ابعاد هالمؤامرة. نمني خالتي شلون؟ ايه حبيبي، صحتين. ما حياتي بتعمل رجيم انت يا خالتي؟ هلا مش هاكل رجيم. بدك بعد؟ هلا اكل وقت رجيم، لا لا بكفي هذا. هاي شو عم بتفكري؟ بحنين. وانا كمان ما راحت من بالي كل الليل، بس انه هي اللي طلبت منا هيك. حتى لو هي طلبت، بتعرفي يمكن نحن ما كان لازم نقبل بهيدا الشيء. تخيل هيدا تاني يوم بتجي فيها على الشغل، ليك عنا 100 شغله نعملها. لانا نحن ساعدناها لتكشف خيانته. اساسا وسام فينا وبلانا كان عم بيظهر عليها، وكان رح يجي نهار وتعرف هالشيء. نحن قصرنا الطريق عليها بس. يمكن يلي عم تحكي مزبوط، بس انا برايي انه شعور الخيانه احساس كثير صعب، مثل الاحساس بالظلم. انا خايفه عليها ساره، خايفه عليها انه ما تقدر تنسى وتطلع من الحاله اللي هي فيها. تخيلي انا قلي من امبارح عم دق لها ما عم ترد علي. اعطيها شويه وقت ورح ترجع اقوى من الاول. المره ما بيجي معها بكتالوجها اوبشن النسيان. النسيان عاده مكتسبه عنا، مننجبر عليها جبر. اعطيها شوية وقت واكيد رح تنسى. عملت لك صينية البيتزا بتاخد العقد ونطرتك لنتعشى سوا. بيصان كان هون؟ أمي نحن بشر مش ملايكة، وما حدا منا ما بيغلط. يا بنتي أعطيه فرصة تانية، بعدين جرب اسمعي شو بده يقول. الحساد كتار ويمكن تكون مؤامرة عليكم. مؤامرة؟ حتى انت يا امي صرتي عم تحكي مثله؟ هو قال لي هيك. رح اجيكي من الاخر ورح اقصر عليك المسافات. يمكن يكون وسام اهم شاب بالعالم، ويمكن يكون حلم اي بنت، بس انا وهو ما عدنا نزبط على بعض يا ماما. ما بقى نزبط. بتعرفي ليه؟ لأنه وسام واحد كذاب، لأنه كذب علي. إذا عن جد بتحبيني وبدك مصلحتي وبتخافي علي، ساعديني أنساه. Thank you.
بتعرف عن الحب اللي عم تحكي عنه؟ بتعرف شو هو الحب؟ الحب هو الوجع، هو الشيء الوحيد اللي بيتركنا كتير صغار لما بيروح. إذا بدك تحكي عن الحب على القليل احكي عنه بصدق، بصدق اللحظة، بصدق الكلمة. احكي عن وشو الحقيقة، عن قلوب الناس اللي صارت كتير ضعيفة وما عاد إلنا مكان فيها. ممكن تهدي شوي؟ عارفين عن حالك، يمكن نقدر نساعدك. أنا ما بدي منك تساعدني، ومش مهم تعرف أنا مين. أنا اللي بدي منك أنك ما تخدر العالم بالكلام اللي عم يسمعوه. احكي عن الغدر، عن الخيانة، عن قصص الحب الفاشلة، وما تستشهد بالناجحة منا، هيدا إذا وجبت. مين يلي قال إنه الصمت يعني القبول؟ مين يلي قال إنه الصمت بلا صوت؟ حتى الصمت مرات بيكون له صوت، بيكون له صدى. الصمت هو لحظة التعب من التفسير لناس ما جربت عمرها تفهمنا. بدك شي مام؟ سلامتك حبيبتي. ما بعرف، ما لأني ما بعرف عنها شي غير نبرة صوتها يلي خلتني سميها الفتاة اليازي. بدي أتمنى إنها تكون معنا على السمع، وبدي إلا شغلي إنه نحن اللي منخذل حالنا دايما لأنه منختار الأشخاص اللي ممكن يخذلونا. أتمنى إنك تتصلي فينا لنسمع قصتك، يمكن يكون عنا الحل. بيحكوا عن عذاب الانتظار وبينسوا يحكوا عن عذاب انك ما تكون ناطر شيء، ولانه الاسرار واحدة يلي بتخلينا نستمر، وقد ايه بيخسر يلي ما عنده سر. انا بكرر ندائي للفتاة اليأسية لتشاركنا سرها، لتشاركنا الوجع، ومن هلا بتتصلي رح اقدم لك نصيحة. لا تفكري بالاشياء يلي رح يعملها بغيابك، فكري بس بكل الاشياء اللي ما عاد قادر يعملها مع غيرك ما بعد ما خسرت. يا كل الحنين، يا وجع المطرة، يا من لم تكن نجمة بل كانت كائنا ضويا، كل المطلوب منك انك تحكي، تحكي الحنين اذا كنتي على السمع. انا وكل المستمعين بانتظار اتصالك. الناس بلشت تنتقدنا. هذا البرنامج برنامجي وانا حقي احكي اللي بدي اياه. ايه بس لايمتى؟ حتى ترجع تتصل. أساساً أنت شو عرفك أنه هي عم تسمعك؟ يا صديقي، خلقت الأحلام كي تتحقق. تتحقق؟ نعم. قاف. قل لي ولو كذب كلاماً ناعماً قد كان يقتلني بك التمثال لما زلت في فم المحبة طفل. سارة ما بدها تجي؟ ما بعرف، بس مدري شو عندها. هلا على الحالتين قالت لي إذا خلصت بكير بترجع بتحكيني، ما ركت الحقنا. بتعرفي ما بعرف ليه عم بحسها عم تتهرب مني. ما بعرف، كل ما بتطلع بعيونها يعني ما عم تواجهني، ما عم تتطلع بعيوني. ما بعرف. هلا شيليني من موضوع سارة، قليلة بعدها عم يحكيكي وسام؟ هلا جرب يحكيني مرة واثنين وثلاثة بس ما كنت عم رد عليه، وهلا اختفى. وبيني وبينك الحمد لله انه اختفى. يعني انت منك زعلانه؟ لانا حبيبتي الرجال بعد ما يترك هو والمره يلي بحبها بصير بيشوفها احلى بكتير من وقت اللي كانت معه.
بينما المرة لما بتترك بتصير تطلع على الصور وبتقول لحالها أنا كيف حبيته لهالغبي. عم شوف فيك قوة غريبة كتير، ما بحياتي تخيلت إني رح شوفها. بتعرفة كنت خايفة عليك كتير، كنت شايفتك كثير ضعيفة وخفت إنك ما تقدري تطلع من الصدمة اللي أنت فيها لأنك كتير انأذيتي. بس أنا كتير منيحة. إيه بعرف إنك منيحة، بس ما بعرف شو سر هالقوة اللي فيك. فتيات الياسة على أمل إنه نرجع نسمع صوتها عن جديد. لا عمرك لولا الهوى ما شغل البال شاغله، لولا لو عادت تهنو بالحشا، لولا اشتياق مجنون يجذبني إليك. لا اتصلت. حولنا على الهواء. يمكن يطول الحلم او يقصر، يمكن يتحقق الحلم او يمكن ما يتحقق، بس بيكفينا انه نكون حلمنا. كررنا نداءتنا على الهواء على امل انه توصل. والهيئه وصلت. معنا على الهواء مباشره الفتاة الياسة. الو، انت مين اللي قال لك انه انا هيك؟ من طريقه الانسحاب كان بدي سميكي الفتاة الهربي، بس الياس احيانا بخلينا اجمل، يعطينا أمل إنه نرجع. كيف بتحكم علي بلا ما تسمعني؟ أنت حكمتي علي إني بياع وهم بدون ما تعرفيني. أنا قلت الحقيقة من وجهة نظرك، بس خلافي معك مش على الطريقة، خلافي معك عن تعريف الحب حد ذاته، عن الوجع والخيبة، عن الوفا لما بضيع. 8 سنين عمر البرنامج وأنا بحكي والناس بيسمعوني، بدي منك أنت تحكي هالمرة، بدي أسمع قصتك. أنا ما عندي شيء أقوله. قصتك ما عندك الجرأة. انت على اي اساس عم بتقيمني؟ هروبك صفة، وعم حس انه صار قريب كتير، وانك مثل ما بتظهري فجأة عم ترجع تختفي فجأة. صح، بس قبل ما سكر بدي اقول لك شي واحد. انا ما ندمت على سكوتي هالمرة، بس ندمت على كلامي كتير. تسبع على خير. لتصلني وتفك الصراع لأحمد وصلك على هاي ميسام، كيفنا الليلة؟ أنا والشباب نازلين على البار في حفلة بتجنن وبدنا نولعها. يلا ناطرينك ما تتأخر. يا فكرة سوزي جاية معنا وسألتنا عنك، فما تتعوق. شوفك تحت. باي. شو بك؟ ليه رح تاكل؟ أنا جوعان. طيب شو بك؟ معقولة أنت؟ معقولة هالبنت صدقتك بقصتها؟ قصتها بصوتها. بصوتها؟ تايم عظم، المذيع العظيم بينغرم بوحدة بصوتها؟ الأذن تعشق قبل العين أحيانا، بسمعها. طيب بركة طلعت ختيارة، بلكي ختيارة متصابي، يعني هول البوتوكس والسيليكون ما بعرف شو. ما رح تطلع صدقني. من وين جايب هيدي الساقة كلها؟ من الصوت، من احساسي بالصوت اللي بعمره ما خاب. هيدا الصوت اللي اثرني من جوا. بنت عندها شخصية قوية ومنطق، واجمل ما فيها انه مكسورة قوية بذات الوقت. لك سامر، البنت استفزتني كتير وعم تخليني اغرق فيها وفكر فيها بالساعات، بتسألني كيف؟
لا، من حقي أسألك لما أشوفك عايش بالوهم. منوهم يا صديقي، بس نحن عنا هواية نفلسف الأشياء ونعقدها. القلب لما بدق بدق بلا قوانين وبلا نظريات. أول قاعدة بالحب أن لا قواعد. حب؟ دايما أنت وياي شو عم تحكي؟ لك هيدي لك هيدي كذبة وحطيناها بالبرنامج. حب؟ ولا حتى ما صدقها ولا حتى ما أحكي عن الحب؟ لأنك بعد ما شفتها. بعدين أنت أنت ساحر النساء بصوتك، وفي حواليك نساء كتير بدهم تنغرم بوحدة بصوته بعد ما شفتها. شفت؟ هيدي سخرية القدر. يعني هلا أنت عم تحكي عن جد؟ بتحبها بتحبها؟ إنه في قوانين تمنع هالشي؟ إنه لا، بس بصراحة مستغرب كتير. طيب شو رأيك تكفي عشاك بدون ما تستغرب؟ لا، أنا في أتعشى وأستغرب سوا. أتعشى وأستغرب. عندك شيء استغراب مع طحين مثلا وبقدونس؟ استغرب يا صاحبي. راح استغرب. أحلى استغراب. كيفك؟ لا لا، في موضوع بدي احكي معك اذا في مجال نلتقى. لا ما بمشي على التليفون، موضوع كثير مهم. خلص ما تعطل هون، ما حاتاخر. باي. ساره؟ في اعرف مع مين لك ساعه عم تحكي؟ هيدي وحده جارتي يا حرام، صاير معها مشكله، بديني اروح لعندها ضروري. ساره معقول؟ انه انا لحالي عم بشتغل هون في كم يوم للافتتاح ما في حدا عم يساعدني؟ لا موش بليز حبيبي، بوعدك ما بتاخر، ساعه وحده بس بليز. اوكي؟ ما تاخر. اوكي ما حاتاخر. يلا باي. معجوقه؟ ما عم بصدق. سو دايما انا جيت لعندك بكثير لانه في موضوع مهم بدي احكيك اياه. دايما المدير عم يشكي لي عن نداءات الكثير اللي عم تتكرر لهيدي البنت اليائسه، وقال انه الناس بلشت تزهق ويمكن هيك البرنامج يفقد مصداقيته. شو هالاكتشاف الخطير هيدا؟ دايما انت بتعرف انا شو بقصد. ما بدي يصير اي سوء تفاهم بينك وبين الاداره. خلص طمن وطمني سلاي المدير تبعك. يعني خلص؟ نعتبر انه صفحة البنت هيدي طويطة؟ يعني خلاص انتهت؟ لا، هلأ بلشت.
اهلا اهلا اهلا. بعتذر على التاخير. لا لا ابدا ما عندي مشكله اني انتظر، انتظارك احلى انتظار. تفضل 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 تفضل. عم بسمعك. يعني انت هيك بالمجمل ما بتحب التمهيد؟ وسام انا ما عندي وقت، بتمنى انك تفوت بالموضوع بكره. انت الموضوع كله، انت اللي حكايه فيها، البدايه عندك والنهايه بين ايديك. عفوا خلينا نحكي بصراحه، انا ما بحب اللف والدوران، كمان هيك رح احكي معك بكل صراحه. ساره انا من الاساس كنت بعرف انك انت رفيقتها لحنين، كنت بعرف انه القصه هي لعبه بلعب. ايه بس القصه بلشت لعبه وانتهت على حقيقه. على فكره انا ما عم بفهم شو عم تحكي. سارة انت ما سألتي حالك ليه انا عم كفي بالقصة طالما عارفها لعبة او اختبار مثل ما بتسميه حنين؟ ما بيهمني اعرف. انا بيهمني خبرك. وسام لوين بدك توصل؟ لقلبك. انت كيف تسمح تحكي معي بهالطريقة؟ انا بدي اياك تسمعيني للاخر. بعتذر ما عندي وقت. من حقك انك تسمعيني، بالنهاية انت كنت شريكي بلعبة ضدي، وقبل هالشيء ما بدي منك غير انك تسمعيني. طيبين بعدهم سخنين هلا طالعين من الفرن. شو عم تعملي ماما؟ ما عندك شغل اليوم؟ ماما بليز ما عاد بدي اعمل شيء غصب عني، ما الي جلاده انزل على الشغل. هلا اخذت كذا يوم اوف، وبيني وبينك اذا شحطوني اخر همي رح اعمل شاي. صرخ لك كثير. عزاء فتاتي اليأس ان لا صوت لحزنها ولانها قبيله نساء. كل يوم راح انطرى. ما في ام بتضيع صوت بنتها، وخصوصا لما يكون صوتها مجروح. خليكم معنا على السماع، راجعين. ساره صدقيني انا ما كنت عم كذب عليكي، كل اللي قلت لك اياه من قبل كان طالع من قلبي. صحيح كانت لعبه ويمكن كذبه، بس فقت منها على حقيقه. الحقيقة إني أول مرة بحس. سارة أنا اكتشفت إني قبلك ما كنت عايش، ما كنت عم بحس. فيك تقولي كنت بغيبوبة، بكوما إذا بدك، بس ما كنت عايش. حنين. حنين من أول لحظة كانت مشروع فاشل. قصة حب منتهي الصلاحية. قصتي أنا وحنين كانت داخلة بموت سريري، صدقيني حتى الإنعاش والصدمات الكهربائية ما كانوا رح ينفعوا. بس ما كان مبين عليك هالشيء اللي عم بتقوله، بالعكس انا حسيتك انك زعلت كثير لما تركتها، وسمعت انك جربت ترجع لها اكثر من مره. مش صحيح الحكي. بدك ما تنسي انه حنين بنت خالتي، وامي ضغطت علي كذا مره حتى ارجع لها وصلحها، بس انا ما كنت وافق اطلاقا. صدقيني مشكلتي انا وحنين هي صله القرابه والحساسيه اللي بتصير مع العيال من ورا هيك مواضيع، ولا انا كنت من زمان تركتها. يعني انا ما حسيت بالسعاده الا لما تركتها. لك انا من وقتها حتى 3G على تليفوني بطل يقطع. صدقيني حنين مش لإلي وانا مش لإلها. يمكن اسمعيني شوي، في اتفق معك على شيء؟ تفضل. خلينا لما نشوف بعض ما بقى نجيب سيره حنين ابدا. نشوف بعض؟ ليه بدنا نشوف بعض؟ ايه وفي شيء بيمنع؟ لا بس انه سارة احنا من حقنا نعيش، لما قلبنا يدق من حقنا نعيش دقة. احنا لشو نتوجع وكلمات شو؟ انا ما بديك تحسي حالك انك عم تعملي شي غلط. هيني انا ما بحبها الحنين وتركتها. صدقيني اجمل حب هو الحب اللي بنلاقيه لما بكون عم ادور على شي تاني. روق شوي، من وين بتجيب هالحكي كله؟ منك. مني أنا؟ إيه إيه منك أنت، من عيونك، من خصلات شعرك، من شفافك. سارة للأسف القتل إغراء ما بيحاسب عليه القانون، ولا كانوا اعتقلوكي فورا. يا عم أنت رح تموتيني، دا
دورتيني سحرتيني. انت من وين جايبه كل هالشيء؟ وسام انا تاخرت كثير، لازم اروح على الشغل. رح خليك تفلي بس بشرط. انك تمنحيني فرصة اني اشوفك. انا ما عم بطلب منك موعد، انا حدا مش تقليدي. منحيني فاجئك بالزمان اللي ما بتتوقعي، والمكان اللي ما بتتخيلي انك تشوفيني فيه. وصلت. الو. ما كانت غلطته الاولى واكيد ما رح تكون الاخيره، بس نحن بنعطي فرص للاشخاص اللي ما بدنا نخسرهم، بس هن بيخسروا هاي الفرص لانهم بفكروا انه العطاء ابدي وما له نهايه. انت هلا حره، صدقيني كل ما تحررتي منه صرتي اجمل. انا فقدت ثقتي بحالي، بكل الناس اللي حولي، بالحب، بالاشياء اللي كلها بنحلم فيها ونحن صغار. صدقيني يا صديقتي، بهالحياة في خسارات كتير كبيرة، لدرجة انك بتحسي من بعدها انه بطل في خسارات. هيدي الخسارات منعيشها لما بيروحوا الاشخاص وما عاد رح يرجعوا. صدقيني الشخص اللي خانك هو الخسران، لانه كتير صعب عليه ينتقل من حب هالقد كبير لمغامرة هالقد صغيرة. أما شو أجدوب هيدا؟ طلع عندك الرقم؟ ايه طلع. سجل لي بليز. اوكي. اتصال. الو. انا ماني عاشق الولهان ولا امير الظلام ولا وطواط الليل. انا اسمي وسام، انا ما في عندي شيء خفيف ولا بخاف من شيء. انا اتصلت مش حتى اعرض مشكلتي، لانه انا من الاساس ما عندي مشكله. انا اتصلت حتى ادافع عن حالي. ايه انا بحق لي دافع عن حالي طالما انت وياها نازلين في احكام مسبقه. اسمعني اذا بتريد. انت مجبور هلا انك تسمعني. اسمع، ام خالتي المصوني اللي كانت خطيبتي هي اللي خربت كل شيء بيناتنا. لما قررت انها تدخل رفقاتها بيناتنا وتفوت بلعبه حتى الاولاد الصغار والمراهقين ما بيعملوها، بدي اقول لها لبنت خالتي المصوني لصديقتك البائسه انه انا ما خنتها. انا بحياتي ما خنتها، هي اللي خانت كل شيء بيناتنا لما قررت انها تشك فيي. هيك عم تبرر الغلط بغلط يا سيد وسام. عفوا؟ انت جربت تسأل حالك لو وصلت لهالطريق وليش هي وصلت معك انه تلجأ لهاللعبة ولهيدا الاسلوب؟ جربت تسأل حالك مين فيكم الغلطان؟ ومين اللي خلى الثقة اللي بيناتكم تنهار؟ انت مين اصلا حتى تقيمني وتقيم اخلاقي؟ وكيف تسمح لحالك تقول اذا هيدا صح ولا هيدا غلط؟ اخ وسام، بحب ذكرك انه انت اللي اتصلت بالبرنامج، ولهيك انت مجبور تسمع راي البرنامج. راي البرنامج ولا رايك الشخصي يا تيم؟ تذكر انك انت مجرد مذيع، يعني شغلتك تعبي هوا مش لتزيد حكم ونصايح وتعمل لي فيها طبيب نفسي. على كل مش الحق عليك، الحق اللي على واحد مثل اتصل فيك بهيك برنامج سخيف. طالما بتعرفه سخيف يا ريت كنت عفينا من اتصالك القيم. انا اتصلت فيك حتى وصل من خلالك رسالي لصديقك اللي ما بقى عنده شيء بيهديني غير تتصل بهيك برامج وتشكي همومه. عتفهمني؟ انا مضطر انهي اتصالك وبعتذر من كل المستمعين على الدقايق اللي تركتك فيه على الهواء. الو. الو.
بفهم ليش هيك عملت؟ سامر انا ايش اللي بدي اقوله بتحمل مسؤولية قدام الاداره. شو بدك تطلع منها انت؟ انا مش خايف على حالي، انا خايف عليك انت. ولا يهمك ولا هيدا الرقم؟ هيدا هو ممنونك يا اخي. بسمع صدى صوتك بكل لحظة بكل مطرح. فكرت بشكلك كيف ممكن يكون، تأكدت من شي واحد بس، انك ما بتشبهي باقي نساء العالم. رح تكوني مميزة كتير انا متأكد. الشي الوحيد يلي ما عم بقدر اتخيله هو اسمك. تعبت كتير وانا عم فكر باسم يشبهك. ما بقى بدي نديلك صديقتي الياسة، وحده الفرح هو يلي بليق فيك. صباح الحنين لكل الحنين، لأجمل حنين. وكأنه الله خلق العالم كله من أجل الحنين. يعني بعدني لهلا ما عم بفهم شو خطر لك تتصل بالاذاعه؟ عم دافع عن حقي، انا مستحيل اتنازل عن حقي. ايه بس القصه ما انفهمت بهالطريقه. كيف فهمت؟ انفهمت انك بعدك مغروم فيها وبتحبها. حتى انت يا ساره ما عم تفهميني؟ انا اشتهيت واحد بهالدنيا كلها يفهمني. لك انا هذا الاتصال على الاذاعه قطعت اخر خيط بيربطني بحنين، ومباشر على الهوا كمان. فضحت كذبة وكذب هذا المذيع التافه على أرضه وبين جمهوره ولايف، قصدي عبر أسير إذاعته ببرنامجه. على كل أنا عندي صديق لالي بيقرب مدير الإذاعة، محضره زفة غير شكل. على كل حال هيدا حياتك الخاصة وأنا ما بحق لك أتدخل فيها. أنت اللي بحق لك تدخلي بحياتي، لأنه أنت حياتي كلها. وسام أنا صدقيني قصتنا رح تكون حكاية كل عشاق الأرض. رح نكون أسعد كابل بالدنيا. منك ملاحظ أنك عم تتسرع شوي بالحكي؟ لا أبدا بالعكس، يعني أنا بملك الوقت بس ما بملك الصبر. على كل حال أنت ما حدا بيقدر لك بالحكي. إيه لأنه الحكي طالع من قلبي، من صمصوم قلبي. وسام لوين بدك توصل؟ للبيت، قصدي لأن يكون بيت أسرارك، اكتشفك مثل ما حدا اكتشفك من قبل. سارة خلينا نعيش مع بعض حياة جديدة. بضلني لقع من وراك انا؟ هلا المهم شو صار؟ محلت
توبيخ مع انذار رسمي. تفضل. ها؟ ها؟ شو عم تعمل؟ توبيخ وتوبخنا، شو طلبوا منك توبخني فيس تو فيس يعني؟ ليك تاني، بدنا نخلص من هالقصة ولا شو؟ حكيتها. حكيتها. شو عملت؟ سلختك بهدلة تانية كمان؟ في شيء قادر يعمل يربطني بهالبنت. في شيء حسيته من أول اتصال، من أول كلمة. قلت لك ما صدقت. بتعرف تيم؟ مش عم بفهم عليك. بتعرف شو طلع اسمها؟ شو؟ حنين. كيفك؟ بعتذر عن كل شي صار فيك بسببي. أجمل شي صار معي بحياتي صدقيني كان بسببك. فيني صوتك، صار لازم ننتقل من مرحلة الصوت وبس لمرحلة المواجهات المباشرة. بدي شوفك. ما بتخاف تنصدم؟ أكيد لا. شو يلي مخليك واثق كل هالقد؟ حدسي بصوتك، صوتك يلي كله إحساس، كله دفى، كله صدق، كله وفا. كل هيدا بين معك بس من صوتي؟ بكفيني أول ألو قلتيها لأقدر أعرف مين أنت. صوتك هو بصمتك. تعرفني من صوتي؟ أكيد. بغني أول ما بشوفك؟ بكفيني تقولي ألو. هاي. هاي حنين. كيفك؟ يا هلا. سوري يمكن تأخرت عليك شوي. كيفنا؟ وين حنين؟ أنا حنين. إنه شو خطر لا تعمل هيك؟ ما فهمت. إيه؟ ليه عم تقلي هيك؟ إذا منك مصدق دقلي وشوف أنا بدق عنه. إنه يكون موبايلة معك هيدا ما بيعني إنك حنين. ليكي أنا بحياتي ما لخبطت بصوت أو نسيته، لأنسى صوتها بالزيت. شو الصدفة الحلوة؟ وسام أنت شو جايبك لهون؟ ايه؟ لانا كمان هون؟ شكلها في لعبة جديدة او طبخة عم تنطبخ. بيسام طلع لبرا وصور الشهر احسن لك. شرفك. في شي لعبة جديدة او في شي ضحية جديدة هلا؟ ما يكون هذا المذيع تبع القصص الحب والغرام. ايه؟ ما يكون هو. بيسام بكفي بقى، خلص بكفي. اذا بتريد تفضل اطلع لبرا وبلع هالمسرحية البيخة كلها. انت مين بتكون لتحكي معي بهالطريقة اصلا؟ انت مرسيل ماسير رسول الحب والغرام، المذيع مشهور تايم. اهلا وسهلا، تشرفت فيك استاذ تايم. يا ريت بترجع بتنقلع على طاولتك لانه عندي حديث مع خطيبتي حنين. خلص رح امشي. خلص وسام خلص. اوه
هو اللي بيمشي وانت بتبقى هون سامعه؟ لك لعيلة عم تفهم؟ انت بتقل من هون؟ وسام شو في؟ شو صاير؟ تتصلي بخالتي هلا وتخليها تفهمه هالحيوان يبعد عن طريقي. وسام؟ ليش في حيوان غيره يعني؟ طيب روقي طولي لي بالك شوي. طيب عادي روق. ما بدي روق. شرشحني يا امي شرشحني قدام العالم والناس. وين شفتيه؟ التقينا فيه بالكافيه وقت البريك. وشو عمل؟ هلا وقت تحقيقاتك انت يا بتتصل فيها يا اما انا بتقلها. لا لا انا رح دقلها روقي شوي، خليني اعرف شو صار بالاول. عم اقول لك تبهدلت، تشرشحت. وفوق هيدا كله اتخانق هو وتيم. مين تيم؟ الو ايه خالتي ايه منيحه يا ريت تفهمي ابنك التافه يبعد عن طريقي لانه اذا ما فهم انا رح فهمه بطريقتي الخاصه اوكي ايه اختي لك هلا بحكي معك بس افهم شوي من حنين شو صار لك حنين جيب لك حدا ينظف لك هالمطبخ، معقول هالوسخ؟ طيب بيت اعزب شو مستنظر؟ عاد يعني كل شيء توقعته الا انه يكون اول لقاء عاطفي لك معه ترجع لي هيك. صدقني ما ذنبي. معركة وانفرضت. طيب وهالمعركة هيدي اذا كان اولها هيك كيف بده يكون اخرها؟ ما تبلش سامر ما تبلش مش طايق حالي والله. طيب هلا قل لي شفتها لل معذبة حنين؟ ايه شفتها. وبتستاهل المعركة الطاحنة هيدي؟ بتستاهل حرب كونية. اوف وحياتك. لطيف، قابلني. شو حكيته؟ شو قالت لك؟ شو قلت لنا؟ هيد هو للحقيقة ولا كلمة. ولا كلمة؟ لأنه ما لحقنا نحكي، طحش علي مثل الترين صاحبنا. هيدا الديناصور ما غيره؟ لا هيدا غير ديناصور غير واحد اشرب نسكافيه اشرب يلا بصحتك صحتك فنجان ليلك ايه على ليلك على ليلك وقت سنعلم يعني بشرفك هلا انا جيت خبرتك حتى تروح تضرب ولا الزلمه وتعملها مشكله بيستاهل اكثر من هيك ليش؟ لانه اخذ حنين منك لك انا حنين اخر همي لكن ليش عملت هيك؟ عم تسمعي صبر وبعش بقول شو بيقول؟ خلص طارك طفي نارك وأنا في عندي طار بيني وبين هذا اللي مرت اللي اسمه تايم يعني هلأ خلص ارتحت؟ أخذت طارك؟ لا بعد بول طريق وسام أنت هيك عم تخوفني لا حياتي ليه لا تخافي؟ وسام لأنه ما عم بفهمك قلت لي أنك قطعت آخر خيط بربطك بحنين كل يلي عم جاري بتعمله أنك عم جاري بترجع تشدها لعندك أو تقطع علي الطريق بأي طريقة طيب أنا جوعان هلأ شو بدك تاكلي؟ ما بقى معه وقت أنا لازم روح أسترع عن اللي صار اليوم هلا اللي صار مع وسام ما بده اعتذار منك لانه مش ذنبك بس انت مديني باعتذار على شيء ثاني شو هو؟ انك بعدتي رفيقتك بدالك ليه عملتي هيك؟ بصراحة ما بعرف مين بيعرف لكن؟ تيم يا ريت تقدر انه انا بعدني طالعة من تجربة كثير فاشلة خلص انسي الموضوع يعني سامحتني؟ اكيد طب ممكن أسألك سؤال وتجاوبني عليه بصراحة؟ هلأ لما شفت لانا وسمعت صوتها شو حسيت؟ ما حسيت شي لأنه من أول كلمة عرفت إنه مش أنت هجد؟ سبق قلتلك حنين صوتك هو بصمتك صوتك هو هويتك قولي لي كيف عرف وسام إنك جاي على الموعد؟
صحيح ما بعرف، يمكن تكون صدفة. لذيذة هالصدفة. طب شو بعمل يعني حسك هيك؟ ايمتى رح شوفك مرة تانية؟ ليش بعد بدك تشوفني مرة تانية؟ أكيد. طيب بوسام ولا بلا وسام؟ لا بلا وسام هالمرة دخيلك إذا في مجال. سارة. نعم. ليه عم بدق لك وسام؟ ما فهمت. انت مين سمح لك تنبشي لي بتليفوني؟ اول شيء ما نبشت لك بتليفوني، كان عم بيرن وكنت قاطعه بالصدفه. بعدين هلا هيدا اللي همك؟ كيف شفت اسمه على التليفون؟ انت شو بدك؟ في شيء بينك وبين وسام؟ ليه سكتت؟ هلقد صعب السؤال اللي عم بساله؟ لا، السؤال مانو صعب. يمكن الجواب أصعب بكتير. يعني في شي بينك وبينه؟ لا أنا خلص بلا هالموضوع هلأ. سارة أنت واعية شو عم تعملي؟ ما عم بعمل شي غلط. لا لا عن جد ما عم صدق اللي عم بسمعه. هيدا منا سارة اللي بعرفها. ليش بقى؟ إذا قصدك عن حنين هني تركوا نهائيا، وأساسا حنين فايتة بعلاقة جديدة. حبيبي المشكلة مش بحنين، المشكلة بوسام. ليش شو بوسام؟ شو بو وسام؟ انت عم تسألي شو بو وسام؟ قليل يلي عمله بحنين؟ ولك يلي نحنا شفناه منه اساسا، هيدا واحد كذاب ونسونجة. ما عم بستوعب كيف قدر يضحك عليك. اولا اذا قصدك انه وسام تضحك علي انت غلطان كتير. ثانيا فرجيني شي رجال على وجه الارض ما عنده هالحركات. ها برضو انت اللي عرفت تتعاملي معه ايه؟ لا انا ما في انسان سيء بالمطلق. حنين ما عرفت تتعامل معه تكسبه لإله. واثقة من هالشي؟ أكيد واثقة. وبالآخر لوين بدك توصل يا سارة؟ طمني وسام ما عم بيضحك علي ورح نرتبط عن قريب. اشتقت لك. أنا كمان. بتعرفي حنين؟ يوم اللي ما بشوفك فيه أنا ما بعتبره من عمري. بحسه يوم ما خصه بأيام الأسبوع. يوم كئيب، بارد، ممل. تصدقي؟ كأنه النهار 60 ساعة مش 24. إف، لهالدرجة؟ وأكثر. أخ يا حنين شو عملتي فيي؟ هات لشوف شو عملت فيك. تلخبط كل شيء معي. من يوم اللي عرفتك ليلي نهاري تفاصيلي. تصدقي حتى شرب القهوه صار له طعم تاني. صوت الموسيقى معك صار له احساس تاني. دقيت قلبي بحس عم بدق بطريقه تاني. بتعرفي اني كثير حلوه جمالي خربط لي دقات قلبي. كان يدق دم دم تك تك. لما صرت حبك صار يدق بالعكس تك تك دم دم. واحيانا يعزف لحن كارمينا بورانا. حنين انا ما بعرف شو بحس لما بطلع فيكي.
لما بطلع فيكي بحس كأني عم بطلع بلوحة فنية كبيرة محطوطة بمتحف اللوفر بباريس وكل الناس عم تيجي تتفرج عليها وتزورها. بحبك حنين. حنين أنا بحبك. حنين عم بقلك أنا بحبك. طيب أنا بتعرفي لما تقولي اسمي شو بحس؟ بتتخيلي كاني عم بسمع أروع سيمفونية، كاني عم بسمع لحن عظيم عم تعزف فوق أوركسترا عظيمة. عيونك فيهم لغز غريب، كل ما أطلع بعيونك بحس حالي عم حلق بعالم من السحر والخيال والموسيقى. بحس حالي بمسرح ضخم أوركسترا عظيمة عم تعزف السيمفونية الرابعة. حنين بتعرفي شو بحس كمان؟ بحس إنه بيتهوفن وباخ تشايكوفسكي كانوا قاعدين عم بألفوا مقطوعة كرمال عيونك. حنين شو بكي؟ لا ولا شيء. عم بحكي معك وانت منك معي ابدا، وين سرحتي؟ لا بالعكس انا هون بس سرحت بكلامك. شو لا تغدى حبيبي؟ معلش انا مني جوعانة. جوعانة؟ مع السجين نتغدى سوا. صدقني مني قدرانة. انا بس بدي امشي. تمشي؟ شو صار ليه؟ صار شي بس حاسة حالي تعبانة شوي. خير سلامتك. شو حاسة؟ حاسة عم توجعني معدتي انه خلص بدي روح على البيت. باي باي باي. ما بعرف، المهم انه عرفت وانا اصلا ما لقيت سبب انه خب الموضوع لانه نحن رح نرتبط عن قريب وكل العالم رح تعرف. صح؟ ايه اكيد اكيد صح. سارة انت برايك لانا بتخبرها لحنين شي؟ لا لا ما بعتقد، اصلا لانا منا من هالنوع. ايه مش مشكله تكون من هالنوع، يعني قصدي يعني انه كل الناس لازم تعرف انه في علاقه بيني وبينك مش غلط. ليه عم بحس انه كل همك تعرف حنين باللي عم بتصير بحيالة طريقة؟ ولو انت وين وانا وين؟ بتحبني؟ لك انا مش بس بحبك، انا موت فيكي. يعني لازم نخطي خطوة رسمية؟ كيف يعني؟ لازم نخطب. ايه بس انا بس شو؟ يعني انه بدي شوية وقت. انت بتعرفي يعني امي بتكون خليتها لحنين ورح تكون مصفة، فكرمال هيك بدي شوية وقت حتى اقنعها. ورح تقدر تقنعها؟ لك انا بس بقنعها، انا كرمالك بعمل ناطور وبنطر بباب البناية حتى اشوفك يا سارة. بكون بشتغل عندك انا. اعمل لي شاي، اعمل لي نسكافيه. هيدي احلى كباية شاي. ها تايم شو بك؟ وضعك مش عاجبني. مش عارف شو بدي لك. بدك تعرف، بدك تفضفي، بدك تحكي، احكي لي. حنين. حنين البرنامج ولا حنيني انا؟ حلو حلو كتير. وشو بها حنينك انت؟ ما بعرف، أحيان بشعر إني ما عم بقدر أفهمها. في شي مخوفها بشوفه بعيونها. أحيان كون عم بحكي معها فجأة بحسها ما عم تسمعني ولا عم تقشعني. بحسها مش موجودة أساسا معي. شو يعني؟ مع انفصام بالشخصية؟ الحق عليك سامر. الحق علي اللي بحكي لك. خلص 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 ما تعصب. كفي. ما بعرف، بحس شعور غريب. بتحبها؟ لو بعدك عم تسأل. الوقت ما سمعت صوتها حبيتها. على فكرة تاني نظرة الخوف ما عم بشوفها بعيونك، عم بشوفها بعيونك انت. شو يعني؟ يعني خايف تكون
كون بعدها بتحبه. شرب شاي شرب بالريقك. حنين من كلك أطيب نسكافيه، بترجع تخبريني كل شيء لأنه ما فهمت عليك شيء لهلا. شو اللي ما فهمتي؟ لانا عم قلك عم شوف صورة وسام بتايم، صدقيني نفس الطريقة نفس الحكي نفس نبرة الصوت حتى الجمل اللي عم بيقولها كل شيء هني نفسها ذاتها. صحيح انه تايم مهذب وجنتلمان، بس يا اختي ما عم بعرف ليش بالاخير عم شوفه مثله. كيف يعني بيشبهوا بعض؟ بشو بيشبهوا؟ عم قلك بيشبهوا بعضهم بكل شيء، بطريقة الحكي بالتعبير بالجمل اللي اوريدي بيكون مجهزهم ستيل، يعني بحبك بموت فيكي نفس الشيء. موسيقى بحيرة البجع وتشايكوفسكي دم دم تك تك. ايه حنين شو بك؟ ما بدها هالقد، بدك تروق شوي. بدي صدق، بدي حس بالكلمة بلا ما اسمعها، بدي شوفها بعيونه بلا ما يقولها. عنجد احترت، مش عارفة مين فيهم الصادق ومين الكذاب. حنين انا برأيي هيدا ظلم، انت عم تظلم حالك وعم تظلم تايم كمان، عم بتحس بيه على اغلاط وسام وهيدا الشيء كتير غلط. عم قلك بيحكي مثله. يا لطيف بيحكي مثله، هلا هيدا تهمة تحكمي عليها؟ وبرأيك ما بكفي؟ انا جربت اعطي تايم فرصة بدون ما هو يحس وبدون ما انا حس، بس ما قدرت. طب والحل؟ انا ما عاد قدراني احب، ما عاد قدراني ارجع على البيت وسكر على حالي باب الاوضه وابكي. لانا وسام اذاني كثير، اذاني لدرجه انه ما عم بقدر اعطي لحالي فرصه اني احب مره تانية. شو رح تعملي؟ رح اتركه. هاي سيارة حنين؟ حنين هون؟ يا ما المشكلة؟ خلص خليني انزل، فل انت على السريع قبل ما تشوفك. سارة بليز بليز نحكي بعدين. باي. صراحة حياتي نسيت جاكيتك عندي بالسيارة. ما تأخر علي، عشت عليك حياتي. ها حنين حنين شو بك جنيتي؟ ايه جنيت جنيت لما صدقت كذبك،
جنيت لما مشيت بالكذبة اللي كذبتها على حالي وصدقتها معك، جنيت لما قلت لي انك بتحبني وانك نسيت حنين، جنيت لما قلت لي انك يمكن تكون المظلوم او حتى تغيرت، جنيت. ايه انا تغيرت؟ مين قالك ما تغيرت؟ انا قبل اللي صار كنت بفكر حالي مثل كل الشباب، قادر اوقع اي بنت بتعرف على احلى بنت بالدنيا كلها، بس هلا لا، اكتشفتها بسببك انت انه ما بدي شيء من هالدنيا كلها الا لحنين. كرمال هيك بدي اقول لك شكرا، انا كان بس بدي اتاكد اني بعدني موجع على حنين. احنا عاده ما نتوجع الا من الناس اللي بنحبهم. بعتذر. تأخرت كثير. انت شو جاي تعمله؟ وانت اللي عم تتهربي مني. طيب بليز انا مني قدراني احكي. من اي متى حنين بيخوننا صوتها؟ من وقت اللي كنت مفكره انك رح تكون غير. من وقت اللي كنت مفكره اني رح صدقك. انه هالحلم اللي عم عيشه معك ما رح اوعى منه على كابوس الحياه. فكرة انك رح تنسيني وسام، بس للأسف لا. دايما فهمني، وسام ما طلع من حياتي، انت رجعته على حياتي. انا عم شوفه فيك، طريقة حكيك، بصوتك، بصورتك، بوشك، كل هالقد انا بشبهه؟ للأسف بتحكوا مثل بعض، كأنكم نسخة عن بعض. اللي بيفرق هو بس الأسلوب. بس بالنتيجة انتوا الاثنين واحد. حنين أنا بحبك، حبيتك حتى قبل ما أشوفك. قد ما انت عديتك، ضحكتك، وجهك، صوتك اللي كله موسيقى. طيب خلص، ماني قدراني اسمع شيء. بدك تنسحبي حنين؟ اهلا مرحبا. شو جيل بكير؟ ما تقطع الهوا. حنين، الكلمة يلي بديت فيها برنامجي لثمان سنين وراح انهي فيها البرنامج اليوم. لما توصل لمرحلة تحس فيها انك رح توقف بنقطة النص، فالافضل انك تفل. النص هو العجز، النص هو الصمت. دوري هو اني احكيكم وانتو تسمعوني، وانا بالنسبة لي خلص الحكي. لهيك صار لازم احط حد لمشواري معكم. سمعتي؟
سمعتي عم بكذب. ما كان عم بكذب لما قال لي انه حبني من بعد ما سمع صوتي. انا بحبه ماما، انا بحبه. يا ماما صار له 8 سنين عم بفتش على الحنين لحتى لقيه. انا ما رح طيب. بتجنني وسام، انت اللي بتجنن، انت اللي بتجنن. وبدي اقول لك ميرسي 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 ميرسي. عشو؟ على كل شيء كل شيء كل شيء. بدي أعطيكم نصايح وأنا عم عيش تجربة فاشلة. كيف بدويكم وأنا مجروح؟ عن أي حب بدي أحكي؟ والحب بهالأيام صار عادي وتقليد، صار سلعة بضاعة مكدسة بالأسواق، مين ما كان فيه يشتري ويبيع فيها. نحن بإيدينا نزلنا الحب من السماء للأرض. الحب يلي مثل الإيمان، عاطفة سرية منعيش وخلوتنا بإيدنا على الرماية وكشفنا سر. يا حنين الأول والأخير، يا أجمل كلمة حكيتها بعمري وما عرفت معناها إلا لما شفتك. مفارقة إنه يلي اخترع الرصاص رجل، ويلي اخترع المادة الواقية منه أنثى. يا حبيبتي، رجال صنعوا الحرب على مر العصور، النساء أخمدوها. كوني أنثى، كوني حرة، كوني استثنائية مثل ما عرفتك. بكل الحنين أنا صار لازم ودعكم. عذراً فيروز، أنا عندي حنين بعرف لمين. حبيت صوتك، حسيت بالهمسة، حسيت بصوتك، حبيت نبرة صوتك، هدوءك. بعد في عندك حنين؟ ايه بعرف منيح لمين. بقوتي، بضعفي، بصدقي، بحلمي، بحبك. نكمل العمر سوا، يكبر فينا الحنين، نفرح، نزعل سوا. هذا طلب زواج؟ هذا طلب شراكة، شراكة لكل العمر. على فكرة أنا تركت الشغل. كثير منيح، وأنا كمان. Thank you.
بيفتح جروح ويزهر الخطر، لكن بيرجعني الماضي قبلك صار. كلامي الليل يمحو ورد وياسمين، لكن قلبي خايف من كتر.